رئيس جمعية المنصور للإبداع والتميز. هدفنا من تنظيم هذه الأمسية الدينية في نسختها الثالثة هي تحقيق مجموعة من الأهداف. أولا الاحتفاء بليلة القدر من أجل التقرب إلى الله واستحضار خلق النبي مصطفى عليه الصلاة والسلام واستجلاء روح الإسلام السامحة الداعية إلى السلام في ظل احترام كل المكونات الحضارية. ثانيا تكريم مجموعة من أئمة مقاطعة يعقوب المنصور تجسيد ثقافة الاعتراف بالمجهودات التي يبذلها مجموعة من أئمة مقاطعة يعقوب المنصور في الحقل الثقافي والديني من خلال تكريمهم طبيعة الحال في هذه الأمسية الدينية. ثالثا تجسيد ثقافة التسامح الديني والتشبث بالثوابت الدينية والوطنية وذلك بالاعتماد على النموذج الديني المغربي الذي يعتبر نموذجا متميزا وفريدا في العالم بأسره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنقدم لكم راسي نبيل 22 سنة مأموم ديال المسجد نيابة على جميع الأئمة ديال المسجد ديال مقاطعة يعقوب المنصور. وتنشكر هاد التنظيم ديال جمعية المنصور للإبداع والتمييز على التقديرات اللي داروا معنا والانجازات اللي داروا معنا والتحفيز. وراه هادشي زوين بزاف انه كيتم اعطاء جوائز للائمه وتحفيزهم على داكشي اللي تيقوموا به في هذا الشهر المبارك رمضان. منو هاد المبادره ديال جمعيه المنصور لابداء والتمييز انها تعمم في جميع المدينات ديال المغرب. السلام عليكم، معكم كريم بابا مدير دار الشباب النور. اليوم حنا تنتشرفوا بهذا النشاط الديني اللي تدخل في اطار الاحتفال بائمه مساجد يعقوب المنصور اعترافا بالمجهودات اللي تقوموا بها خلال السنه وكذلك خلال شهر رمضان. هذا الاعتراف اللي تيجي في اطار الاعتراف بالمجهودات اللي تبذلوها في الحفاظ ونشر القيم الدينية داخل المجتمع هو اعتراف من خلاله هو اعتراف لجميع الأئمة تبدو الأئمة في إرساء الثوابت الدينية لكم. بعد شكرا لجمعية الإبداع والتميز على هذه الالتفاتة الطيبة. باعتباري إمام محمد أتميم يزاول هذه المهنة في الحقيقة هذا الشعور لا يوصف بحكم أن هذه الجمعية تقريبا كل عام تقوم بهذه الالتفاتة وهذه الالتفاتة لا تزيد للإمام إلا إبداعا وابتكارا داخل المسجد وخارج المسجد. وشكرا لهم وشكرا على هذه الالتفاتة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.